الحوثيون تعيد افتتاح طريق الوديعة بمأرب وانتصارات كبيرة لهم. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. أعادت صنعاء اليوم فتح واحدة من أهم الطرق الرابطة بين العاصمة ومنفذ الوديعة، وهي الطريق المرة بمحافظة مأرب، حيث تتقدم قواتها خلال الأيام الماضية. قناة المسيرة المقربة من الحوثيين قالت نقلا عن مراسلها في محافظة مأرب أن الطريق العام أصبح مفتوحا وجاهزا للمسافرين والمغتربين وسائق الشاحنات القادمين من مناطق سيطرة صنعاء شمال اليمن وحتى الوديعة على الحدود السعودية. وتم إعادة فتح صنعاء للطريق بعد عملية إصلاح لجنباتها وتأمينها أمام حركة المسافرين إلى مختلف محافظات الجمهورية. وشهدت الطريق في اليوم الأول لإعادة افتتاحها مرور حركة السير للمسافرين وسيارات النقل بكل سلاسة ويسر. We'll be right back.